صباح الخير كمان مرة وأهلا وسهلا فيكم بمطبخ رؤية. وهلأ انضمت لنا أخصائية التغذية رند الديسي، واليوم رح نعمل مع بعض بطاطا مقلية بطريقة صحية. يعني هي مقلية بس مش مقلية، زي طعم المقلية بس هي صحية. صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك؟ تمام. وأنت اليوم؟ أهلا وسهلا فيك رند. صباح الخير شايف إيمان. صباح الخير. كيفك؟ كيفك حبيبتي؟ الحمد لله تمام. بطاطا مقلية من غير ما نقليها، مقلية مش مقلية، مبسوطة خلاص تمام. كثير مهمة هلا بنحكي الطريقة وانتم بتحكوا عن الموضوع، بدكم تحكي لنا الفرق بين المقلية بالمطاعم، بالمقلية بالبيت، وبين اللي نحن رح نعملها، شو رأيك؟ صح. بس أول ناخذ الريسيبي، شو رأيكم؟ يلا ناخذ الوصفة. لنعمل البطاطا المقرمشة بدون قلي، احنا بحاجة لأربع حبات بطاطا وربع كوب من الزيت النباتي، كمان ملح وفلفل اسود وثوم مطحون حسب الرغبه، وطبعا زيتنا هو زيت نباتي من شعبان. طيب اوكي. طيب تقطعي البطاطا واحضرها ولا انتوا نحكي الاشياء المهمه اللي رح تشجع الناس؟ ايوه طبعا اكيد اكيد. طيب رند، هلا الفرق بين خلينا نقول 10 حبات بطاطا مقلية و10 حبات بطاطا مقرمشة بس مشوية بالفرن. أوكي. تمام. أولاً نحكي عن البطاطا المقلية أو حتى اللي بتيجي على شكل التشيبس اللي بيكون معروض بالسوبر ماركتس، وكثير أطفال بحبوه، ممكن الأمهات والكبار بحبوه لطفلها كتريت، وحتى الكبار قديه عندهم عشق له. صح. التشيبس بكل أنواعه يعتبر السم لجسم الإنسان، قد ما فيه أضرار غذائية وقد ما هو مضر لجسم الإنسان. أولاً نذكر كمية الزيت اللي بتكون كتير كبيرة، طبعاً بالمصانع نحن ما بنغير الزيت كل يوم ولا كل يومين ولا كل ثلاث أيام ولا بالمطاعم، ولا بالمطاعم كمان. عن جد هذا الإشي لازم ننبه عليه، قديش بيكون الزيت قديم، الزيت متأكسد رانسد، وهذا الإشي كل ما قدم الزيت وكل ما استخدمناه أكثر واستهلكناه أكثر للأسف بحول المأكولات لشيء غير صحي، وبنفس الوقت بيصير عنده أضرار غذائية أكبر. من ضمن هاي الأضرار الغذائية أنه بيرفع نسبة الكوليسترول السيء بشكل كتير أكبر، لأنه هو بالعادة الزيت فيه نسبة كوليسترول سيئة أو فيه نسبة كوليسترول جيد، ولكن زيادة استخدامه بيتأكسد الزيت وبيصير كله زيت ضار، يعني مضر. قبل ما نحكي حتى ما دخلناش بالكالوريز، احنا 100% بس بنقول انه لا لسه وين الكالوريز ما وصلناش، هي مضره 100%. غير هيك لازم نذكر قديش الزيوت بتكون زياده استخدامها بيؤدي الى تلف هاي الزيوت، وللاسف ما بتتغير على شكل يومي. تعرض الزيت للهواء كمان بيفسدها، وهذا الإشي اللي نحن ما بننتبه له بالمطاعم، إنه ما بيغطوا الزيت أو ما بيغيروا الزيت أو ما بينكب الزيت تبع قبل بيوم، فبضل مفتوح على الهواء، بضل الهواء بفوت بقلب الزيت وبينزعه أكتر وبيعمله متأكسد بشكل أكبر، فهذا الإشي كمان له أضرار صحية كتير عديدة. أكيد ما بدي أنسى إنه الشيبس هو المسرطن الأول لجسم الإنسان، من قد ما بيكون فيه مواد غير صحية، من ضمنها الملونات، من ضمنها أنه نحن بنستخدم بطاطا بمعظم الأحيان ما بتكون بطاطا أكيد فريش ولا طازة ولا بتكون جديدة ولا بيكون لونها أصفر، مرات نلاقي حبات شيبس حتى بكيس الشيبس لونها هيك شوي على أخضر. بالضبط، لما نشوف الخضار بالتشيبس هذا مش يعني البطاطا غير ناضجة، لا، هذا البطاطا غير صالحة للاستهلاك. أي والله مفهوم. فللأسف هي البطاطا الغير صحية الغير صالحة للاستهلاك هي اللي بنستخدمها بالمأكولات اللي ممكن نحن نخبيها فيها. أنا بدي أسألك عشان الناس عشان الناس بس نوضح تفرق. هلا التشيبس، أنت قصدك تشيبس اللي هلا هاي ببريطانيا اسمها تشيبس. صح. البطاطا الفرنش فرايز بيقولوا لها تشيبس، بس انت هلا لما بتحكي تشيبس عم تحكي عن مش عن هاي، لا عم تحكي عن علب التشيبس اللي بتنعمل من كياس التشيبس اللي بتنعمل من البطاطا، وهلا صار في موضه بتنعمل من الكورن من الذره، وفي طلع بعديها من الرز المنفوخات الذره بسموها وفي منهم صار ينعمل مشوي تشيبس مشوي، بس انا مش مقتنعه طبعا يعني انه في هذا الموضوع. صح. بس انا كمان بدي تحكي للمشاهدين عن البطاطا اللي بتنقلب بالبيت، اللي هي هاي البطاطا اللي بنقليها بالبيت. صح. انا هلا رح اغطسها بزيت واحطها بالفرن وعليها رشه ملح، وشوفي كيف رح تطلع هلا معنا بطاطا مقليه. بس بحب يعرفوا قد ايه الفرق الصحي بين هلا رح نحكي عنهم. هلا كمان في بالسوبر ماركت بطاطا اللي بتيجي فروزن نص مطبوخة ودغري على المقلة. صح. بحب تنبهينا عنها هاي إذا إلها مضار، والبطاطا الطازة. تمام. أكيد. تمام. طيب نبدأ إشي عشان أنا تلخبطت بالحديث وأنت بتحكي فبتكون مشاهدين. صح. هلا ليه إحنا بلشنا بالتشيبس؟ لأنه نحن بدنا نحكي لأمهات البيت إنه بدل ما نحن نشتري تشيبس ليه ما نعمل بطاطا
مقلية بطريقة صحية بالبيت. بالبيت هلأ نقدر بالضبط، بالنهاية الشيبس هو بطاطا مقلية، فأنا بقدر أعملها بالبيت. صح. بقدر أضيف شو ما بدي بهارات عليها وأرمشها النكهة. شوفي شكلها لذيذ، بطاطا مقلية، بطاطا ماسكاها. صح صح، يعني نفس ايش بقولوا زي المقلية بالضبط، بس أنت استخدمتي كميات أقل. طب هلأ الفرق رند ما بين برضو بالبيت، إذا ست البيت متعودة إنها تقلي بطاطا لأولادها مثلاً بدل سناك، بدل على الغداء مثلاً إذا عاملة برجر أو عاملة أكل ستيك عاملة ستيك أو هيك، وقلت بطاطا ديب أو قلي عميق، أوكي، أو إنها عملت زي إيمان أخذت وحطته بالفرن زي هيك. طيب. شو الفرق بينهم؟ هلأ الفرق هون نحن بنسميه القلي السطحي، إنه نحن بس ندهن سطح المأكولات بالزيت. القلي العميق نحن بنحط الأكل بالزيت. طيب. لما نحن نعمل القلي العميق نحن بنتأكد إنه الأكل بيكون مشرب بالزيت، إني أحط ورقة منديل ورقي وأحط عليها الأكل على أساس إنه المنديل رح يمتص الزيت. للأسف هاي المعلومات غير صحيحة، لما ينطبخ الأكل بالزيت العميق القلي تتغلغل الزيت لكل المحتويات الأكل، فمش رح يشربوا المنديل الورقي إذا حطينا عليه الأكل، لا بالعكس رح يكون دخل بقلب الأكل. الفرق بالسعرات الحرارية لما نحن نيجي نحكي من جهتها، أولاً فيها ربع السعرات الحرارية بالقلي السطحي versus القلي العميق، لأنه القلي العميق بتفوت كمية زيت كتير أكبر. يمكن حتى هلأ صحيح نحن عم نستخدم ربع كوب زيت للأربع حبات بطاطا، مع أنه نحن ممكن نستخدم نص لتر زيت لنقلي أربع حبات بطاطا ويمكن ما يكفي، يمكن نحن نرجع نضطر نضيف الزيت. فأولاً السعرات الحرارية بتكون الربع. لما نيجي نحكي عن اللي بيكون مقدم بالمطاعم، الفرق الوحيد أنه هو بيكون الزيت مكرر استخدامه، ولكن من جهة السعرات الحرارية رح يكون قد اللي بحضره بالبيت. أوكي. بالنسبة للدي... المقلي كتير الديب فرايد. المقلي كتير ديب فرايد بالضبط. بس بالنسبة للي نحن عم نعمله الفرق لا. كبير صح؟ الفرق كتير كبير، تقريبا فيه ربع السعرات الحراريه. بتتراوح السعرات الحراريه بكوب من البطاطا المقلي قلي عميق ما بين 400 ل 450 سعره حراريه. اما القلي السطحي بتتراوح ما بين 180 الى 220 سعره حراريه. يعني فرق كبير. فرق كثير كبير، لانه الزيت نسبته كثير بتكون عاليه. طيب اذا نيجي نحكي عن البطاطا اللي جاهزه، الفروزن بطاطا او المجمده اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، بتكون مقليه نص قليه، باجي انا بحمي الزيت وبحطها فيها. صح. البس معه أو اللي يعني دائماً بيقولوا إنه هي لسه أضر، لأنه ما بتعرفي بشو مقلية أول قلية. أوكي، أولاً أضر لأنه ما بتعرفي نوعية الزيت اللي هي مقلية فيه. ثانياً تخيلي أنت عم تقلي هاي البطاطا وترجعي بكرة تقليها كمان مرة، فتخيلي كل الأضرار اللي نحن حكينا عنها نضربي في اثنين، نضربه باثنين، فتخيلي قد إيه بيكون الفرق كبير. غير هيك البطاطا اللي نحن بنشتريها من السوق ما بتكون بطاطا، بتكون بقلبها بيكون شوي مهروس، وهذا الإشي بيخليهم يضيفوا مواد غذائية كتير عليها مثل اللستن والفوسفوليبيدز اللي بتمسك الأكل مع بعض. الأكل بالعادة بيكون لأنه مهروس بيكون مش جامد مش متماسك، فعشان هيك لما يتجمد ويرجع يدوب بالعادة لو كانت بطاطا عادية رح تدبل. صح. بس هاي بتلاحظي إنها ما بتدبل لأنه كمية المواد الحافظة اللي عليها بتحافظ عليها بشكلها الطبيعي، بتضلها مقرمشة كتير، بتضلها مقرمشة ولونها أصفر أصفر. صح. فهذا الإشي أكيد من الإنهانسرز اللي بنحطه عليها، المضيفات الإضافات اللي بتنزاد عليها، وبنفس الوقت المواد الحافظة اللي بتكون أكيد عليها. بتعرفي هون وين المشكلة؟ إنه بالبطاطا المقلية بذات الناس بتحبها أو هي بتشهيكي، يعني بتفتح نفسك على الأكل حتى لو كنت شبعانة، فأنت ممكن تسحبي كمية كمان كبيرة منها. صح. فهذا بيزيد الضرر، مش إنك ممكن تدوقي هيك حبة حبتين ثلاثة وبعدين تقولي لا، هي بتخليكي تاكلي أكثر. بتعرفي شغلة، في دراسة كانت تحكي مرة عن استهلاكنا الكتير كبير للبطاطا، بتشوفي البطاطا كل الأشخاص بحبوها، ما عمري سمعت شخص بقول لي ما بحب البطاطا المقلية. بحبها مقلية، بحبها مشوية، وفي ناس بتحبها مسلوقة، في ناس بتحبها يعني حتى داخلة بأكلات معينة. 100% تثبت الدراسات إنه المأكولات اللي لونها أصفر وبالأخص البطاطا المقلية أو المغير مقلية، البطاطا بشكل عام إذا كانت موجودة قدام الشخص لا يمكن إنه هو ما يأكل منها. صح. وبنفس الوقت الأشخاص اللي بتعاني كمان من قلة شرب المي، نفس الدراسة أثبتت إنه كمان المي لو ضلت كاسة قدامي مستحيل إنه أنا ما أمسك الكاسة وأشرب منها. فالبطاطا لا تقاوم من كل الأعمار وكل الأشخاص. هي زاكي. طيب شفتي كيف عملتها؟ انتبهتوا؟ أنا قطعتها وبعدين دهنتها بإيدي، يعني ما أخذتش ربع كوب شو اسمه زيت، يدوب زيت، ما أخذتش أقل يعني. فركتها بإيدي بالزيت وبعدين رشيت لها رشة ملح ورجعت برضو فركتها بإيدي، شافوني المشاهدين، وهلا بدي أحطها بالفرن. حلو تمام، يلا هلا بنحط بالفرن على درجة حرارة 200 لتكون عالية كتير عشان تقلي على طول، وبنتركها تقريبا بحدود تلت ساعة 25 دقيقة بتكون جاهزة. تلت ساعة. إذا بدكم إياها تطلع يعني تستوي أسرع ممكن تسلقوها بمي وملح
هاي البطاطا تنسلق بمي في ملح، وقبل ما تستوي بشوي يعني قبل ما تستوي تحطي لها نفس الاشياء وتقليها. بتاخذ زيت اقل بس ما بتطلعش كرانشي اكثر ولا بتطلع اسكى يعني. بس هي هي يعني اذا معنا 25 دقيقه مش كثير مده طويله يعني مش كثير صح. طيب هلا البطاطا يعني هلا لما عملتها ايمان بطريقه صحيه هون احنا يعني لمحبين البطاطا احنا ايش بيقولوا نقدر نلاقي لهم بديل نقدر نلاقي لهم بديل صحي لانه كثير اوقات مثلا اللي بحبوا البرجر لانه احنا بنعرف انه في برجر صحي كمان صح. ممكن انت تاكلي على انه ما تحرمي حالك وتاخذي برجر صحي هون ممكن تاخذي كمان جنبه بطاطا صحيه فانت تكوني كملتي 100%. هلا في فكره انا بصراحه كنت اعملها بالبيت ايمان ما بعرف اذا بتأيديني. انا بالعاده بحط ورق البارشمنت بيبر اللي هو ورق الزبده بضيف شويه زيت زيتون على البطاطا من فوق بحط عليها بابريكا هلا البابريكا هلا هاي بتحطي لها بابريكا بتحطي لها بتقدري حر بتحطي لها شو اسمه جارليك باودر 100% بودره بتقدري يعني انت هلا يعني هذا البيس بس صراحه انا البابريكا ما بستخدمها كمع الاكل بحطها انه كسناك يعني بدل ما نحن بالليل نقعد ناكل شيبس لا بكون عاملها طعم الفرن محمشين كثير وبحط عليهم بابريكا وبدل الشيبس واذا بابريكا مدخنه كمان في هلا في مطاحن عندها اسمها هيك سكشن كامل بهارات البطاطا بهارات البطاطا والله عنده بتقي شيء مدخن شيء على تشيز شيء على جبنه يعني مدخن شيء كذا خلص شيء على بابريكا فانتوا بتروحي بتنقي اللي بدك اياه وبتعمل الطعم اللي بدك اياه لاولادك يعني هذا كثير شيء مميز حلو يعني هيك حلينا احنا مشكله النقريش الليليه ما حد يقول ما في حل هاي مقدار شوي 100% بطاطا زاكيه وبنكهات زاكيه ونفسها بناخذ فائده البطاطا بدل ما ناخذ عم بدور على وحده البطاطا سخنه اطعمك اياها تكون سخنه كثير اذا بتلاحظي هلا صار عندنا عن جد عند الاشخاص كثير زايد الوعي بسكاها نفس بطاطا المقليه تقرش وبتشحي ويومي زاكية طيب ما راح هلا على الفاصل انا باكل طيب بدي اشكرك رندي كثير شكرا على وجودك معنا اليوم حبيبتي شكرا لك ان شاء الله السبت الجاي انا وياك بنعمل شيء كمان ان شاء الله هيك كرموش شيء صحي وسريع ان شاء الله